يرقى. مقاطعة لما يرقى. تعليق اسد كل على بقى. مقاطعة يعني حرام المبطرة يقولوا بمتين جنيه. ليه؟ 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 اه والله حرام افترى. الناس بتقبض ايه؟ رعوا ربنا يتقوا الله يتقوا الله عشان حاجة ترخص. فهي لما رخصوا الفراخ خسروا؟ ما خسروش. كنا زمان نقول البياع غلبان. النهاردة البياع اغنى واحد. حرام افترى. يتقوا الله عشان ربنا يراعينا. ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء. أي لا حرام. ايه يقول لك السردينه 180 جنيه؟ ليه؟ ليه؟ هو البحر ده رزق ربنا طلع لنا من البحر. يعملوا فينا كده؟ لا نسيبه لهم لما يجي في عندهم ياكلوه. تعليق على ست كلها موضوع مقاطع. بس الاغنياء يتقوا الله ويراعوا الغلابه. لو الغني نزل يعني الغني ينزل يدفع لك 1000 2000 جنيه في السماء بالنسبه له ما تفرقش. انما الغلبان ال 100 جنيه تفرق معاه. اتقوا ربنا واتقوا الله. انما الاغنياء هم اللي عاملين كده. نسوا الفقراء وربنا يوسع على الفقير قبل الغني. حرام عليكم. وخزائن ربنا مليانه ما هتفضي ابدا ابدا. اتقوا الله. بيبسي ايه يا حاج؟ حرام عليك. ما هو اللي زيك انت اللي بيعمل كده. بيبسي ايه؟ انت حرامي بس يا مسام. كلمنا كلمنا على المقاطع. كلمنا على المقاطع. الكبار حاجه بتوجهنا هم اللي مبالين حاجه. احنا منهم لله. احنا بصي احنا بنكسب 5 جنيه 4 جنيه مهما هيكسب هياخد حاجه معاه.